السلام عليكم خاوتي في كل بقاع العالم، تحياتي لأصدقائي متبعي صفحتي. نسلم عليكم بدون استثناء أصدقائي في الدول الشقيقة، أحبائي في كل ربوع الوطن الغالي. نسلم عليكم إن شاء الله، وراكم أحوالكم وصحتكم تكون بخير. المهم راكم تشوفوا اليوم جو سخون، لكن رانا تحت الأشجار هذه الظل، هذه راهي ان شاء الله ربي يظلنا يوم لا ظل الا ظله ان شاء الله. فهمتوا خوتي؟ المهم تحياتي لكم. موضوع حبيت نهضر عليه، موضوع راه يجري في الجزائر خطير جدا، وهو مشكله تاع الزواج. كاين واحد الناس عم يزوجوا بالنساء الجزائريات، حق كل امراه باه تزوج، حق كل راجل باه يتزوج، لكن باه المراه تتزوج بشيعي ولا جماعه الصوفيه والا جماعه الشرك، راهي خطر جدا جدا. راهي واحد الامور تصرى، باكستانيين وكذلك هنود، ربما اكثرهم باكستانيين يجوا للجزائر. وكان كما نعرفوا كاين ناس، واحد الفئه مشركه من الناس اللي يعتقدوا، كاين اللي يقول لك انهم مسلمين لكن اسلامهم مشكوك فيه، فيروحوا للقرى هذه الناس يتعرفوا على بنت مش عارف كيفاه في الدردشه والا، والبنت هذه تقول لك ما شاء الله جاني عريس، لكن ما تعرفش باللي هذاك العريس خطر عليها وعلى دينها. فمثالا عندهم بعض الباكستانيين، بالخصوص باكستانيين عشنا معهم ونعرفهم، فيهم ناس طيبين لكن قليل منهم اللي طيبين. فمثالا جماعه يقول لك الناس يديروا الشرك والعياذ بالله، اللي يقولوا يا الله يا محمد. فهذا النوع هذا يعني كما تعرفوا ان النداء حرف الياء يستعمل فقط للاستغاثه، يا الله، فهمت؟ هذا هو، هذا يعني المثال فقط، يعني مثال يعني على قضية هذا الزواج هذا اللي هو يسرى وراهم صارية بزاف. وحنا في الجزائر واحد أجنبي باه يطلبوا له ورقة باللي ثبت أنه مسلم لازم يجيبها في مسجد باريس، ومسجد باريس مش عارف كيف يمدوها، مش عارف كيف يمدوها للناس هذو، وإلا يشرطوا عليه يقيم سنة في الجزائر باي يثبتوا انه مسلم وهكذا يعني. لكن خطوره انك تزوج جزائريه ولا بنتك، هذا بنتك واحد اعوذ بالله شيعي، او واحد يظهر انه مسلم وهو مش مسلم، وبعد ذلك تصير كوارث. هذه البنت يدوها مثال باكستان، يدوها لبنان، يدوها كما شفنا واحد القصص، وتبقى معلقه. احنا البنت ديجا من الولايه لولايه مشكله، ديجا يعني كما تعرفوا اختلاف اللهجات، اختلاف العادات والتقاليد. فيعني صراحة شكالي واحد السيد هكذا، يعني قال لهم يجوا الباكستانيين الجزائر ويتزوجوا يسمى مع البنات الجزائر، بعد ذلك يبينوا ورقة باللي فهمت، يبينوا باللي انهم مسلمين. الشيء الغريب، واحد بين الاصدقاء سقسى باكستاني هذا، قالوا علاش تقول يا الله؟ قالوا يا هل ترى، يا عفوا يا محمد، يعني يستهما بعض الايان هذو جماعه صوفيه او حتى وان كان صوفي، عفوا الواحد يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله شرك بالله. فهذا النوع، هذا الاخ سقساه قال له هل تقول، قلت لمرتك هذه لخطيبتك انك تقول هذا الكلام؟ قالها لا لا، قالوا لا. قالوا علاش؟ قالوا لها تغضب. فهذه الامور يعني تحراو يا خوتنا، تحراو، وهذه راهي قضيه خطيره جدا. ان شاء الله يجيني الاخ نذير، نحييه سما اخونا نذير، ونروحوا للمسجد باريس ونشوفوا نتحروا القضيه هذه، لانها قضيه خطيره جدا. فهمتوا خوتي؟ فالناس يجوا يلعبوا بالعقيده تاع الجزائريات، يعني صراحه خطر خطر خوتي. وحنا ننبهوا فقط يعني، وهكذا انتم كل واحد يدبر راسه. فهمتوا؟ ربي يحفظكم ودعواتكم ان شاء الله، تهلاو بعضكم. السلام عليكم.